عزمي وشدايا والإلهامات، قد ناب عني خيال المحب بين وثب ووثب، وقلت الشعر والشعر هبة من الرب، فهي مزايا الروح ويا شجيان الوجود ويا قادسية الإلهام. أنا اليوم شاعر لست هوام، بل من القداسة لي انسجام، ووضع كيد للميز المقام، وسجايا من الروح والالتزام. لما شأني واستهال وأعطى كاهلة لأعلال تداويها أغلال بين ميز وانتشال وضاحية للمجال، لما شأني ذاك المقال عندما قالت حواء أنا بنت التلال، قلت أنا السجي والميز لي إقبال. فمن عينيك رأيت الوشال، ومن السجو لي مقال، لي إحداثيات لي آجال، لي وثب على وثب وانتشال. ناوليني بنا وسجارة دخان، واسعفيني من حظ النسيان، فالحب ما ظلم أحدا إلا قوارع الدجال. مهجري فارقتي يا بنت النوحان، إنما الزمان زمان، إنما الأحداث لها اقتباسات واتزان، فما يا مرجعية الهوامان دليني عن الشجيان، دليني أين أقطف زهور الأخوان، وأهديها لك كي يهدأ بالك وتستريحين من الهوامان. لأن الهوامان قيس من الهذيان، ولا خيال يواثب ميز الإتيان، بين شجاعة وإتقان، بين شجو وانتزال. فالميز الميز، والدهاليز دهاليز، ووضعك كان إكليل بين يدي كالبتيل، أضاجع به الليل الطويل وأجعلك على رأسي همامة لا تستحيل. من تأليف الشاعر اليماني مختار، بلدية صروان، دائرة صروان، ولاية المنديا، الجزائر.